أهلا متابعين، مرحبا بكم في قناتي بشرى إسبانيا. ما تنسونيش من لايك والاشتراك. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. موفقين جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله المتابعين الأوفياء. بسم الله على بركة الله. بغيت نبارطاجي معكم ولا نشارك معكم واحد تحلية باردة سهلة، مقادير بسيطة فهاد الصيف كيحبوها الوليدات وكيحبها الجميع. هنايا كيف ما العادة دائما كنحتاجو كيكس. اليوم عملت غير كيكس ماريا عادي، يعني كيكس، وأي كيكس متواجد عندكم كتستعملوه. طحنتو نص، ذوبت شوية الزبدة كيف ما شاركت معكم التحلية السابقة، ذوبت شوية الزبدة وجمعتو مزيان. كتعملوه في هاد الساق ولا في هاد المول وتستويوه جيدا ودخلوه الثلاجة يبرد على جنب حتى توجدوا الفلان ديالكم كما كتشاهدوا. ونسمتوا بشوية القرفة، انا دائما كيكس ولا قايتة كنسمها بشوية القرفة كتجي واحد المذاق رائع فيه. غندخلو الثلاجة يبرد وغنستمر في تحضير الفلون ديالي ولا مهم تحلية كتجي باردة رائعة. كنستعمل عندي ريترو ديال الحليب، يطرد الحليب مع جوج صاشيات ديال الفلون. السكر هادو فيه السكر، بلا ما نحتاج نضيف السكر عندي في جوج صاشيات كيجي معاهم هاد الكراميل. غنخليه للتزيين، راه موجود في ميركادونا اما رويال واما العادي، يعني انا ما نحتاجش نضيف السكر. وشويه ديال الكيكس خليته كذلك غنطحنو مع الفلون ملي يغلي لي الحليب. خليكم مع طريقه التحضير. بغيتو تزيدوا جوز الهند مع تضيفوا جوز الهند ولا تضيفوا اللوز اللوز مطحون كيعطي واحد المذاق رائع في هذه التحليه. وهنا توفر لي هذا الجوز البرازيلي، غنهرمشو شويه وعنزين به مع ديك الكراميل اللي غنخليه. وانتم اي حاجه توفرت عندكم واخا عيب كيكس كذلك كتزينوه ولا اللوز ولا البيان، يعني لكم الاختيار. انا تواجد عندي هذا، غنهرمشو شويه به غنزين ان شاء الله. الان غنضيف يطرد الحليب يتغلى على النار، وغنضيف له الفلو مع التحريك المستمر. ومن يغلي لي غنطحن مع هذا الكيكس وغنصبو فوق الخليط اللي عجبت من الثلاجه. هكذا على هذا الشكل غنضيف الفلون ديالي اللي محلى بلا ما نضيف السكر. البنوته ديالي كتعاونني في التحليه غادا عليها. دائما دخلوا معكم بنوته في الكوزينه يتعلموا الشغل وهم شغاله، ما يبقاوش يبداو من على التليفونات كثر في هذا الصيف العطله. وهنا لا بغيتو الفلون ديالكم يجي يعني كراميل، فيه كراميل بزاف، انا غنضيف واحد الساشيه من هادو اللي كيجيو مع فلان يزيدو واحد اللون، وواحد غنخليه كافي للتزيين. تيغلي لي فلون وغنضيف ديك الساشيه ديال كراميل باش كيعطي واحد اللون غامق رائع. اللي متوفر عنده فلون كراميل يضيفو. انا غلالي الغاليه الاولى حيت فوق النار حتى هودت ديك سبومه، عاود رديتو يغلي الغاليه الثانيه وعنزلو. بالنسبه للتزيين انا حمرت شويه هاد الجوز البرازيلي، درتو بشويه الزيت وعملتو في الفران تحمر، غنهربشو مع هاد الكراميل. هو هذا يعني التزيين كيبقى اختياري، زينوه باللي متوفر عندكم في البيت. لما تكون كمية قليلة عملتو عيف بلاستيكة وهرمشتو بالكأس، بها نزين إن شاء الله بإذن الله. وخليكم مع الشكل النهائي. أنا من بعد ما غليت الفلون ديالي عندي فلو الآن كيكس اللي متبقى مع شوية ديال جوز الهند، وعن ميكسي الكل جيدا إن شاء الله. هكذا على هذا الشكل وغنطحن الكل بالميكسور ولا باتيدوره واللي متواجد عندكم. هكذا على هذا الشكل كيجي عاقد ملي كطحنوا ديك الكيكس مع الفلون، وغنصبوه مباشره فوق الخليط الاول اللي عندنا في الثلاجه. الخليط
الخليط ديالنا هو هذا، ندير واحد المغرفه ولا هاد السباتولا هادي وغنكبو عليها من الفوق باش ما يديرناش حفره في كيكس اللي عندنا هو الاول، وغنصبو الخليط كامل. هكذا على هذا الشكل متابعي الاوفياء، ما تنسونيش من لايك والاشتراك، دائما كنشارك معكم وصفاتي السهله والبسيطه، يعني اي واحد يحضرها في البيت. الان غندخلوها للثلاجه تبرد مده 4-5 ساعات شحال ما خليتوها حتى كيعقد معكم جيدا. كتجبدوها وتحيدوا الاطار وتزينوا باش ما بغيتوا، وبالصحه والهنا ان شاء الله. كتجي على شكل طارت كلاص، وهي راه هي عيد حليه بارده ولا فلان شي حاجه طوب دي طوب. غنخليها واحد ثلث ساعه على سطح العمل عيد تهوى شويه، يعني تبرد ما تبقى سخونه بزاف، عاد ندخلها الثلاجه. من بعد ما بردت لنا التحليه ديالنا ولا الفلان، خرجناه وكنزينوه بهذا اللوز مهرمش. يعني طريقه التزيين كتبقى اختياريه اللي عندكم متوفر في البيت. رائع ما شاء الله، برد وعقد جا ما شاء الله. تحليه في الصيف بارده بالصحه والراحه. والان غناخذ هاد الكراميل وغنديرو خطوط، يعني التزيين كيبقى الطريقه اللي بغيتو نتوما اختياري. هكذا على هذا الشكل ما شاء الله، تقدموه بارد ما شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي للتحليه ديالنا ولا الفلان كراميل، وكما بغيتوا تسميوها تحليه بارده. المهم هو المذاق رائع ما شاء الله، ومقادير بسيطه. فلون كراميل الحمد لله موجود في المغرب، انا ملي ما توفرش عندي ضفت له الكراميل. تقدر تعدلوا الكراميل حتى بيدكم، راني سبق لي شاركت معكم الوصفه ديالو. وبالصحه والراحه، وما تنسونيش من لايك والاشتراك والبارطاج. موفقين جميعا، وجزاكم الله خير الجزاء، وعطلة سعيدة، ونهاية أسبوع موفقة، ونتمنى التوفيق للجميع. ما تنسونيش من لايك باش يطلع الفيديو، وأي حاجة جربتها كنبغي نبارطاجيها مع المتابعين، يعني لتعم الفائدة، شي حاجة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. وإلى الفيديو القادم.